اسمعيني، اذا كنتي عم تكذبي بيكون ذنب هالزلمه برقبتك، لانه مجد مستحيل انه يعمل هالشي. هذا الشاب ربي بيناتنا ونحن بحياتنا كلها ما شفناه تطلع على بنت بنظره غلط. ما بيطلع نظره غلط، بس بيعرف يبوس. انتي مو شفتي المسجات وقريتيهم؟ لك رحت على محل الورد مشان نجيب هدول الحروف اللي بيزينوا فيهم السيارات، وبالكتير مشواري اخذ نص ساعه، بس من الصبح وانا وياه سوا ما تركنا بعض. اذا من الصبح كنتوا سوا، معقول بنص ساعه وبنص الطريق حوالي اختصت البنت؟ شو بيعرفني؟ يعني القصه مبينه مفبركه. لك والله هذا الشيء ما بيتصدق، مجد ما بيعمل هيك عمله بالمره. قبلتي هالشي كان لمصلحتك اختي، هي نفدتي من الجازة من مجد ومو بسببك. لك هلا هي ما لها اشارة برأيك؟ يلا اتصلي بعمر بيك وقولي له التغى كتب الكتاب. يلا سيلين لا تحكي حكي بلا طعمة، مو وقته هلا. طيب اذا ما رح تتصلي انا بتصل. ان الرقم المطلوب مغلق او غير نطاق التغطية، اعد الطلب بعد قليل. خارج التغطية؟ هي هي الاشارة. لك بلكي بالعمليات، رح اتصل بالمشفى. الو مرحبا، بدي احكي مع الدكتور عمر حكيم اغلو. كيف قدم استقالته؟ شو؟ الو استقاله؟ ليش قدمها؟ يعني مسافر على امريكا؟ ايه فهمت. دقيقة دقيقة لا تسكري، بس بدي احكي مع عمر بيك لانه لازم اخذ رأيه بموضوع مهم ومستعجل. كيف بدي لاقيه بالله؟ ما بتعرف. فهمت، يعني لوين مسافر؟ ايه فهمت، على امريكا، بس على اي ولاية؟ طيب بس بدي اطلب طلب منك، فيكي تسأليني يعني الا ما يكون شي حدا بيعرف لوين مسافر بالضبط، لو سمحتي. عم بستنى، ما تاكليها اختي. شوفي عمر بيك استقال ومسافر على امريكا. عن جد؟ الو مرحبا، نيويورك؟ طيب ماشي. امتى قلتي؟ ماشي، شكرا كثير لك، يسلموا. جوري يلا نروح. يلا يلا يلا. تفضل. خلص ركبت، انتبهي على ايدك اختي، على المطار فورا. لك شو اللي عم تقولي؟ لحظة لحظة استنونا، وين؟ شو صار له؟ عجل شوي الله يخليك. ما تزوجت بابا. كيف؟ ايه عن جد ما زوجت؟ ايه صح، انت لو تعرف شو اللي صار. اخيرا رجع على دراسة. يعني مو هذا بس اللي صار بالضبط. برأيي رجع. لك شوفي، واحدة منكم تحكي لي، جوري وينها؟ مرحبا، بعتذر منكم، اسفه كثير. ايه اسفه كثير، عفوا. مرحبا. في شخص رح يسافر هلا على طياره نيويورك ولازم شوفه. بعتذر ما فيني اخدمك. كيف يعني ما فيك تخدمني استاذ؟ بس انا لازم شوفه ضروري واحكي معه، يعني اتصلت فيه بس تليفونه مسكر، بركي اذا ناديت له بالميكروفون بيرجع. انا بعتذر يا مدى. يا خانم يلا تفضل. ما فهمت علي، ليك لو سمحت اسمعني، هو كان مفكرني رح اتزوج ماشي، يعني من حدا غيره،
بس انا بحب عمر بيك كثير. شو مفكره؟ اذا سافر هلا رح اخسره. خلص يا خانم انت هيك عم تاخرينا، بعدي لو سمحتي. شو حضرتك ما حبيتي بحياتك؟ هذا الشخص هو حب حياتي الوحيد فهمتي، ولسه ما اعترفت له لهلا، وهلا رح يسافر من دون ما يعرف انه انا بحبه كثير. اذا بتريدي يا خانم. يا خانم تفضلي.